FM. الكلمة ليك. سبع سنين على أحداث 14 جانفي 2011، شنو تبدل شنو تغير؟ هل ما زلنا في نفس البوتقة، قاعدين ندور في نفس الدورة؟ معنا للنقاش فتحي الشامخي، نائب عن الجبهة الشعبية في البرلمان. صباح الخير. سيدي مرحبا بك على الكاب اف ام. شكرا. هل اليوم نحتفل أم نحيي ذكرى ل 14 جانفي؟ شنو هو الصحيح؟ والله سنقول لك، هو معناها استخلاص الدروس، ش عملنا ش ما عملناش. أنا سمعتك أسئلتك معناها في محلها. بعد سبع سنين علاش عملنا ثورة؟ وين تونس؟ إسك تحسنت أوضاعنا؟ فرهدنا؟ إسك بالعكس يعني أمورنا دهورت إلى آخره؟ الاحتفال معناها يكون وقت اللي حاجة هكا، معناها واحد حقق أمنياته نتائجه إلى آخره، ما ينتظروا أهدافه. أنا بصراحة شخصيا ونتصور برشة توانسة معناها برشة تساؤلات أجوبة مش موجودة. هذا هو يبدو أنه فما بعض مع الحساسيات السياسية تعتبر أنه الاحتفال ضروري للذكرى 7 لـ 14 جانفي 2011، كما البارحة النهضة احتفلت بعيد الثورة والشباب. في الأثناء صباح الأسبوع اليوم تكتب سي فتحي احتكاك بين جبهويين ونهضويين، والبارح عبد الكريم الهاروني قال شارع الحبيب بورقيبة هو ملك للثورة وليس ملكا لأعداء الثورة. شنو تعلق على المعطيات هذه؟ أنا صحيح البارح كنت في شارع الحبيب بورقيبة وشاركت في المسيرة متاع الجبهة الشعبية. الاحتكاك هذا معناها أنا ما حسيتوش برشا، ما على ما سمعت وقع شوية بين خصوم سياسيين. هذا أمر طبيعي بطبيعة، ما يزموش يوصل للعنف. الشارع الحبيب بورقيبة ملك التوانسة بطبيعة الحال. أعداء الثورة بصراحة ما نعرفش شكون يقصد سي الهاروني بعد الثورة. أنت حسب لك شكون يقصد عبد الكريم الهاروني؟ شكون يقصد؟ لأنه الجبهويين كي سمعوا كلمة أعداء الثورة وكأنه معناتها غضبوا البارح. أي معناها كما قلت لك شنو أعداء الثورة؟ أعداء الثورة هم أعداء البلاد وكهو، دونك كلمة صعيبة، كلمة مرزية. يعني أعداء البلاد بطبيعة تونس عندها أعداء ما يحبوا لهاش الخير. يعرقلوها، معناها كما نقولوا بالدارجة احنا يكمبنوا ضدها، يقلقوها، يهدوا الاستقرار متاعها إلى آخره. أنا مثلا بكل صراحة، والأعداء هذا ينجم يكون عن قصد العداء وينجم يكون عن غير قصد، أنا نعتبر الناس اللي رفضت الزيادة متاع 30 دينار العائلات المعوزة ناس ما تحبش الخير لتونس. علاش معناها تحرم هالناس هذوما وتعرف اللي هما في الدرك، وفي نفس الوقت اللي يقرروا معناها واللي متمادين في الاقتراض من الخارج ويعرفوا اللي البلاد إمكانياتها محدودة، ومن بعد يبدأوا معناها توا بصراحة معناها اعتراف الحكومة نفسها توا تشوفوا ولات معناها أرجومون من عند الحكومة بكل، أنه إذا كان ما تحبوناش نزيدوا ندينوا خطر البلاد غرقت في الديون إلى آخره، دونك نعملوا في إجراءات جبائية. أنا أعتبر اللي الحكومات المتعاقبة اللي معناها اختارت طريق التداين وفي نفس الوقت فشلت باش ترجع النمو الاقتصادي، هو شنو كانت مراهنة؟ كانت كما نقولوا قمار. اوكي ندينو حتى لين تجي الصابة، سيتي ان بو سا لو باري من الاول. الوغ ندينو ودينو
والصابة ما فماش، معناها ما جاش النمو المنتظر، واليوم معناها البلاد ولات في ورطة كبيرة. ودونك الناس اللي اختاروا الطريق هذايا وما نجحوش في التحدي اللي قالوه، انا اعتبرهم انهم خدموا ضد تونس. واليوم شوف معناها استقرار البلاد، اليوم التوانسه معناها مازالوا تحت وقع الصدمه نتاع الشيء اللي راوه في الاسبوع نتاع 8 جانفي. وللاسف الشديد، نقول للاسف الشديد، معناها ماهيش الاخرى احداث الشغب بالالاف. بالالاف الاحتجاجات اللي وقعت، تقريبا 10,000 احتجاج من 2000 من 14 جانفي 2011 لليوم. يعني ياسر البلاد في حاجه للاستقرار. دونك كل من يعمل شيء وما يدعمش هالاستقرار وما يعجلش به، انا نتصوره يخدم ضد مصلحه البلاد. يعني مثلا اللي برمج في الاغتيالات السياسيه، ما معناها ما يحبش تونس، ما يحبش ترتاح، ما يحبش تريض، من اعداء تونس معناتها. بالضبط، من اعداء تونس. وبطبيعة دونك أنا ما نحبش، بصراحة أنا ما نحبش لا التخوين ولا مفهوم الخائن والكذا، أنا عموما ما نحبهمش. نعرف اللي في السياسة يعني ساعات نوايا طيبة، لكن كما يقولوا الجحيم معبد بالنوايا طيبة. مش الناس الكل اللي معناها تعمل في حوايج تضر تونس هي تعمل فيها عن قصد، لكن المهم هو النتيجة. لك سي فتحي، نحب نرجع لكلمة مفتاح قالها عبد الكريم الهاروني عن النهضة، وقت اللي قال الشارع حبيب بورقيبة هو ملك للثورة وليس ملكا لأعداء الثورة. هل الحبيب بورقيبة في حق ملكية اليوم؟ مقيد باسم شكون في دفتر خانة؟ والله حتى المنطق هذايا معناها أنا بصراحة ما نوافقوش ملك وضد ملك، خاطر أنا القاعدة عندي أنا هكا معناها ثقافتي وإيديولوجيتي واحد، القاعدة هي الحرية. الحرية للجميع. وقتاش معناها ندخلوا؟ وقت اللي فما شكون يهدد الحرية هذه. أما هذا الشارع متاعي ومش متاعكم اتسترا، يعني ما نقول هزي ديك، معناها ما كما قلت أنت سيادتك أنا متفق معاه، ما فما حتى واحد عنده الملكية. القاعدة هي الحرية، حرية الناس كل، أما في إطار القوانين الجاري بها العمل. وكهو كان القوانين مش عجبتنا نعمل على تغييرها في المجلس، ساعات نضغطوا شوية. جستماس فتحي، اليوم الجبهة الشعبية بخروجها للشارع والدعوة للتظاهر، هل القصد أنه المنظومة اليوم فشلت وفي حد تقديركم أنت ولابد من تغييرها؟ هو المنظومة فاشلة، هذا مما لا شك فيه فاشلة. لأنه شوف أنا بردي مش أعطيك فيه مثال. أنا نمشي للطبيب، نمشي للطبيب عندي نتوجع نتشكى إلى آخره، دونك الطبيب يعطيني معناها أوردونانس، يعطيني شوية دواء، خذ كذا خذ كذا اتسترا. بعد مدة معناها يتضح لي أنه ما تحسنتش، وربما زادت أموري تدهورت شوية، بنرجع لنفس الطبيب يعاود نعطيني نفس الدواء الى اخره. دونك بصراحه اذا كاني مهبول نقعد نرجع ونستنى في نتيجه مختلفه. يعني انتم ضد المنظومه الحاليه الموجوده في النظام السياسي والتركيبه اللي صايره اليوم من برلمان ورئيس حكومه ورئيس جمهوريه، معناتها ضد هالمنظومه هذه ومع تغييرها اليوم؟ اي بطبيعه انا مع تغييرها المنظومه هذه. علاش؟ خاطر المنظومه هذه ماهيش جديده، برغم اللي تونس والتوانسه والبلاد شهدت ثوره. شنو المنظومه هي؟ تتلخص في معناها اربع حوايج يقولوا فيهم تو احنا تونسه يسمعوا ديما في كلمه الاصلاحات. قلت له سيخي شنية هاتي، كان جات ماكينة راي تصلحت 30 سنة هو يبعول ويعمل وكل شيء معناها راي تصلحت. يسمع التونسي يسمع باستمرار الإصلاحات به، يسمع في التوازنات الكبرى إلى آخره، فما لغة متعود به. معناها هذه بطبيعة وقت اللي يخرج وزير ولا يخرج كذا ما يقعدش يفسر له في النظرية إلى آخره. دونك تونس من آخر الثمانينات
يعني كما نقولوا مشات للطبيب معين، مشات للطبيب، والطبيب هذا باستمرار يعطيها في نفس الأوردونانس حتى لين معناها أمورها سئل، ولا اللي يخرج من الجامعة بشهادة ما عادش يلقى خدمة، ولو بالآلاف ولو بمئات الآلاف، والأمور التونسي معناها حس اللي الأمور سببها من غير ما يمشي ياخذ دكتوراه في الاقتصاد وكل شيء، يعني وخاصة الشباب صار اللي صار وقالوا أخويا ما عادش نجم نكمل هكا. بعد الثورة دونك تغيرت أمور، وعلما أنه التونسي الشعب التونسي هو الوحيد على هالأرض هذية اللي في مدة قصيرة جرب كل شيء، كل الوضعيات جربها، جرب معناها الصمت والصبر والاستسلام، الحكم ظالم وصبر كما نقوله بما فيه الكفاية، ثم عمل ثورة، ثم جرب الانتخابات النزيهة والديمقراطية، ثم معناها هبلوا الثورة المضادة والحكايات هذه، يعني جرب الوضعيات الكل. ألوغ بعد الثورة كان ينتظر التونسي وهذا من حقه نظرا حتى للتضحيات إلى آخره، أنه الأمور باش تتحسن، أنه باش يتفرهد. يا أخي هذا معناها كلام أنا تونسي ونعيش في وسط التونسة، يعني التونسة الكل يلقاوا الأمور معناها ما تحسنتش. سؤال أخير فتحي شامخي، شفنا علم الأناركيا في المظاهرات، تتبنيوا العلم هذا اليوم، العلم الأسود اللي فيه العلامة اللي نعرفه رئيس كل الأناركيا اللي يمكن معناتها تابعة لليسار المتطرف نوعا ما؟ لا مش متطرف، الأناركيا هي تيار موجود معارض يعني من آخر القرن التاسع عشر موجود، ويعتبر أنه نظريته الأساسية يقول كل ما هي سلطة هي استبداد، معناها كيما واحد يسر، معناها أي سلطة كانت هي استبداد، ولذا يقول لك يلزم السلطة الحقيقية تبقى في يد الناس، في يد حتى السلطة اللي تم إفرازها عن انتخابات نزيهة وشفافة، معناتها حتى هي استبداد. ما يقولوش نحب رأيك بركة سي فتحي، جبهة شعبية تتبنى هذا العلم اللي تم رفعه ولا يقول والله صدقني بكل صدق وانا زاهر ما نعرفش اللي عنا اللي زنارشيست في تونس. ما تعرفش اقول لي دي فما الدرب ولك على كل هما مش موجودين، تم رفعوا في المظاهرات، حبيت نفهم انا بركة موقفكم وكاو. لا انا شخصيا مانيش انارشيست، معناها مانيش في عندكم انارشيست في الجبهة دي زنارشيست؟ ما زلنا ما عندناش، ما نصورش يكون عنا في الجبهة. اما كما قلت لك ان القاعدة هي الحرية، الحرية شرط أنك معناها لا تذيني ولا تذرني، ومش حرية مطلقة زادة، مش أي سلطة هي استبداد، ما هو في بالي هكذا. خد فما علم أكحل ينادي في على اليمين، فما علم أكحل على اليسار، ما تعرف لا والله تستقلي داريتهم معناها سيبيان سفدير فما التنوع السياسي الكل في تونس. أما كما قلت لك بشارك مش حرية مطلقة، لا يعني حرية مقيدة بالقانون وكهو. شكرا لك فتحي شامخي النائب عن جبهة شعبية في البرلمان على قبل كدعوة بالهاتف. كابا فان الكلمة ليك.